بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه، وبعد. ولا ليال وحانو جعلنا هاي هلكن إنا نكسو قد بنو عقيدة السلف الصالح. عقيدة السلف الصالح أي إلهي سبحانه وتعالى أقدين ديغن جيرين. عقيدة السلف الصالح وحانو كسو أروريني كتاب كان مقعيس اللي راهو الهدي الواضح في الذب عن معتقد السلف الصالح. كتاب كاس وحان كسو أروريني سلف الصالح وسدح لي قرني أها القرون المفضلة سدح لي قرني ومضدا لقفط لي نبي جنون أقري صلى الله وسلم عليه إن إهايين ضد أهل الخيرة سدح ذا قرني عقيدة أي آمن سنايين وسافئة أي أن كتابكم كسو قد بندونا إن شاء الله تعالى. سلف صالح مركا للي يهي وقرنقي بقولكي سنو حلقي نبينا عليه الصلاة والسلام هي بقولكي لباد كحيقي هي بقولكي سدحات سدح داس قرني أيا اللي سكويرها السلف الصالح هذا سدح داس قرني عقيدة دي أي آمن سنايين وحق إلهي سبحانه وتعالى أي كآمن سنايين أيا أنه كتابكم كسو قد بندونا الهدي الواضح في الذب عن معتقد السلف الصالح. هذا ولا ليال وحان وحشكيه يوسن كجرين عقيدة إسلامكو إن أي سوى مرتي هيرر كالدوان هيرر كاس كالدوان إن أي مري دونتنا وحا إنو عديي نبينا عليه الصلاة والسلام. حديثكي إمام الترمذي وصنان كيسا كوريي أي وحا نبينا كيري صلى الله وسلم عليه ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة تزيد عليهم ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا يا رسول الله وما الملة التي تتغلب؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. حديث كاس إمام الترمذي أيا وريي أسانيد فربضان أيونا كسو أروري ووحا حديث كان نبيك كسو قادي كان وريي صلى الله وسلم عليه جماعة فربضان أي صحابة كمدا وحانا صحابة نبيك حديث كم غشي كمدا أنس بن مالك أبي هريرة أبو الدرداء جابر بن عبد الله أبي سعيد الخدر أبي بن كعب عبد الله بن عمرو بن العاص أبي أمامة واثلة بن الأسقع يرك فربضان صحابة النبي نكمد صلى الله وسلم عليه يا حديث كان نبي كمغلي. هذا بحديث كان سوال علي الوحى أولي يهي ومد إذا وحى أولي من هيا وحي هير بنو إسرائيل ويمد أو خلافة أو كلا هير بنو إسرائيل وحى أي ككلة تغين تضباتا إيا الله فرقو ومد إذا وحى أكلة تغي دونتا تضباتا إيا سدح فرقو وحين الديارات كلنا قندون تاهر بنو إسرائيل هل فرقو تدواتا يسدح لاس فرقو كل قود وأهل النار إلا هل فرقو أو كلي ما هني. مركي أي سؤالين صحابة النبي صلى الله وسلم عليه وآي راهين رسولك إلهيو محيتهي فرقه غالبك أما الدين تسحد أكسعة عقيدة دون أي تهي نظيفك وحو النبي كجوابي صلى الله وسلم عليه ما أنا عليه وأصحابي أنا جاي أصحاب تيدو وحاء نكسو جنهاي أو حق عقيدة يهديقة تاس أيو يري نبي صلى الله وسلم عليه أي بدباديسة أهل الجنة وحي كلي أو كسو هاري وأهل النار. هذا بولا ليال سي لو أغادو حقائق من لذا أما فرقة النبي كشيغي صلى الله وسلم عليه إني بدباديسو أيا وحيتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه
وحي أوهيستي صحابتي سنو أي هيستان سلف صالحنا أي آمن سنايين وحانا شكي كجرين عقيدة دو هيرر كالدوان إن أي سوى مرتي مسلمين تو حلقي النبي أن صلى الله وسلم عليه ونولا وحا أي كسو عليان هل وضعه كليئة وخلافنا أمدحينين حق أصوشة إيا حق فروع دا مدنبا خلافكي أقوه الرياجي أي مسلمين تدحدعه أي وحوها مركي النبي أنه قيري ودي صلى الله وسلم عليه محايا لقوم صحابة كمدا أي وحي راهين مؤوسا قيري النبي صلى الله وسلم عليه من الدمن لكن سمد أي الله كريالي سيد النبي عيسى سمد الله كريالي خلاف كان وحا بابئي سيدنا أبو بكر الصديق مركي أو أغريي آيات القرآن كأه إلهي أو يري سبحانه وتعالى إنك ميت وإنه ميتون أدقوا لمن إيسى نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه تتكك لنا ولمن هيان وحكى له أغريي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم نبي محمد صلى الله وسلم عليه رسول ما هنا وحكى لماها إساقنا وحا هرتي سقيريوتي رسول كالي أو إساقا كهو الرئيسي هدو قيريوتا أمال لدلو ما قال نمديني أيا ديب أقول الله بان إسان آيات داس ملكو أغريي سيدنا أبو بكر خلاف كاسي وباب أي مسلمين تي دمانتودنا وحا إسلاقيرين نبيغو إنو قيريوتي صلى الله وسلم عليه خلاف كي لباد أي مسلمين تدحدعا أيا وحو أها إن أي إسكو خلافين ميشا نبيغا لغو آسا أيو صلى الله وسلم عليه صحابه قار كميد ايا وحي يراه النبي وحن كو اسينا مغالده مكه ما دام مغالده او كو دشاي markii horena laga soo saaray magaaladaas qiblada ugu dukanayna ay ahayd dhinaca mekka ubadkiisana meesha uu ku dhalay uuna ku guursadana ay ahayd magaalada mekka mid kale waxa yiraahdeen qoladaasi nabiga awowihi sallallahu sallama alayhi oo ismaaciil alayhi salatu wasalam ah ayaa mekka ku aasan ولا صحابه كميدا ايا فكر كا كدوان سو جيديين waxayna yiraahdeen magaalada madina ayaa lagu aasi maxay yeelay waa magaaladii uu u soo haajiray waa magaaladii masjidka uu ka dhisay sallallahu sallama alayhi qolo kalena waxay yiraahdeen nabiga waxaanu ku aasayna masjidka weyn ee la yiraahdo al masjidul aqsa waa masjidkan hadda yahuudu gacanta ay ku hayso masjidkaas ayaanu ku aasayna ayay yiraahdeen maxay yeelay halka waxa ku xabaalan nabiga awoowayaashiisi mid kamida waa nabiyullaahi ibraahim alayhi salaatu wasalaam hadaba khilaafkani wuxuu baabay markii sayyiduna abubakar uu saxaabada u sheegay xadiis arrinka ka hadlaya inuu jiro xadiiskaas oo dhahaya innal anbiyaa yudfanuuna haythu yuqbadun anbiyaada waxaa lagu aasaa meesha naftu uga baxday sidaas ayaa marka khilaafkaas u baabay waxayna ku dhaqmeen xadiiskaas Abu Bakar uu nabiga uga sheegay sallallahu sallam alayhi oo tusaaleynaya anbiyaada in lagu aasaayo meesha naftu uga baxday sidaas ayaana nabiga lagu aasay magaalada Madiina sallallahu sallam alayhi kabaadi waxay muslimiintu isku khilaafeen ummada ninkii hoggaamin lahaa maadaama nabiga uu geeriyooday sallallahu sallam alayhi ansaarti waxay yiraahdeen waxa ummada hoggaaminaya Sa'd ibn Ubaada al-Khazraji heer Qurayshna waxay yiraahdeen imaamada iyo madaxtinimada waxaa qaadahay heer quraysh uun markaas ka bacdi khilaafkaasi uu baabay waxayna muslimiinta isku waafaqeen inuu hoggaamiyo as-sayyid Abu Bakar as-Siddiq muslimiinta marka waxay sidaa ku socdeen zaman dheer iyagoo iswaafaqsan oo wax khilaafuna dhexdiisu aysan aalin waxay la dagaalamayeen dadka murtidiinta ah oo diinta dib uga laabtay iyo gaalada ayay dagaal ku qaadahayeen kabacdi marka waxaa dhacay dilkii naxdinta lahaa ee loo geystay madaxweynihii saddexaad as-sayyid Uthman ibn Affan waxay isku khilaafeen kabacdi saxaabadu ruuxii ka dambeeyay sayyid Uthman dilkiisa ee qorsheeyay fidno isdaba joog ah ayaa halkaa ka bilaabatay ilaa uu dhacay dagaalkii ay isaga hor yimaadeen sayyiduna Cali ibn Abi Talib iyo Muawiya ibn Abi Sufyan laakiin saxaabada dagaalka dhexmaray wuxuu ahaa dagaal aan la oran karin waxay la mid yihiin dagaalada jahiliyada ee xilligan wadamadeena ka dhacaya
balse dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ijtihaad ku socda. Mid walbana wuxuu u dagaalamayay diinta haddaad hoggaamin lahayd way kor noqon lahayd. Marka dagaalkaa saxaabada dhex dhacay in laga gaabsado waxna aan laga sheegin, sidaas ayaa salafu saalix caqiidadooda ay ku tageen. Iyadoo marka saxaabadu ay sidaa arrinkoodu yahay, waxaa soo baxay xilligii mubtadicada, waxaa qoorta sare u qaaday qolo mubtadica ah oo ku sheegtay saxaabada raggoodii waaweynaa in ay gaalo yihiin, mubtadicadaas oo ay ugu horreeyeen qoladii la oran jiray khawaarijta. Khawaarijtaas oo ahaa dad aad u cibaado badan, masaajiddana camira, laakiin ku gaalnimo xugminaya saxaabada raggoodii waaweynaa ayaa soo baxay. Khawaarijtaas waxaa aad ula dagaalamay dabar gooyana sayyiduna Cali ibn Abi Talib, rag fara badanna ka laayay. Gabagabadii ugu dambaysana iyaga ayaa toogtay sayyiduna Cali ibn Abi Talib, sida taariikhda Islaamku ay qortay. Kabacdi haddana waxaa soo baxay niman kale ee bidca ah ee la oran jiray Qadariya, waxaana bidcadaas aasaasay nin la oran jiray Macbad al-Juhani ayaa aasaasay. Ninkaas Macbad al-Juhani marka uu arrinkaa faafinayay muddo dheer, wuxuu geeriyooday taariikha hijrigu markuu ahaa 80-kii. Waxaa kaloo soo baxay nin la oran jiray Jacd ibn Dirham, nin la oran jiray ayaa soo baxay isaguna, oo muslimiintii khilaaf xagga caqiidada uga abuuray, ninkaas oo watay Qur'aanka Ilaahay waa makhluuq. Ninkaas isagana waxaa dilay Khalid ibn Cabdillaahi al-Qasri, nin la oran jiray ayaa dilay. Haddaba saxaabadu waxay ku gacan sayreen kana beri noqdeen mubtadicadii qoorta soo qaaday, waxaana ka mid ahaa dadkii ka beri noqday saxaabigii weynaa ee la oran jiray Cabdullaah ibn Cumar. Cabdullaah ibn Cumar nin saxaabiya ayaa u yimid markaas, wuxuu yiri inna qawman yaqra'una alqur'aana kharajuu min qibalina, qolo qur'aanka akhrinaysa ayaa waxay ka soo baxeen buu yiri dhinaceenna. Wayaquuluuna inna al-amra unuf, waxayna leeyihiin arrinku waa cusub yahay oo wax qadar ilaahay iyo qorshe ilaahay uu wataahi ma jiraan, wax hore loo qadaray ee ilaahay hore uu u qorsheeyey ma jiraan ayay leeyihiin. Oo qofka insaanka ah wixii dhibaato ah ku dhaca ama khayr ku dhaca hore uguma qorayn, laakiin hadda unbuu ilaahay bilaabi, saas ayay qabeen qoladaas la oran jiray qadariyada. Cabdullaah ibn Cumar ayaa loo sheegay, markaasuu ku yiri akhbirhum annii bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni, waxaad u sheegtaa buu yiri qolada sidaa qabta inaan anigu beri ka ahay, iyaguna ay beri u yihiin. Haddaba asarkaas waxaa wariyey Imaamu Muslim, ayaa saxiixiisa ku wariyey mujalladka ugu horeeya ayuu Imaamu Muslim uu ku wariyey in Cabdullaah ibn Cumar uu ka beri noqday qolada mubtadicada ah ee la oran jiray qadariyada. Haddaba marka waxaa taa iyagana ku xigay qoladii la oran jiray Mu'tazilada. Mu'taziladu waxay soo baxeen xilligii uu noolaa imaamkii weynaa Al-Xasan al-Basri, waxayna muddo dheer ka akhrisan jireen casharada diiniga ah. Kabacdi markii casharadii diiniga ay ka xambaareen sheekhoodii ayay khilaafeen, waxaana ugu horreeyay nin sheekhiisa khilaafa ee Abu'l-Xasan al-Basri, imaam Al-Xasan al-Basri khilaafa, ninkii la oran jiray Waasil ibn Cataa ayaa ugu horreeyay Mu'tazilada. Ninkii aasaasay ayuu ahaa Waasil ibn Cataa, wuxuu ku dhashay magaalada Madiina sanadku markuu ahaa 80-meeyadii, wuxuuna geeriyooday 131-dii ayuu geeriyooday. Waa Shaykhul Mu'tazila, awwalu man adhara madhab al-i'tizaal ayuu ahaa, ninkii ugu horreeyay ee madhabka i'tizaalka ama bidcada Mu'tazilada aasaasay ayuu ninkaasi ahaa. Waxaad kala xiriiri kartaa ninka taariikhdiisa oo dhammaystiran kitaabka la yiraahdo Lisaanul Miizaan ayaad kala xiriiri kartaa, oo Ibnu Xajar Al-Asqalani Sheekhan Bukhaariga qoray uu iska leeyahay juska lixaad lambarka 214 ayuu uga hadlay. Waxaad kaloo ninka taariikhdiisa kala socon kartaa kitaabka la yiraahdo Al-Badu wa Taariikh juskiisa shanaad lambarka 142. Haddaba marka Al-Xasan al-Basri uu ka beri noqday, wuxuuna yiri orod oo iga tag maadaama aad muujisay muslimiinta khilaafkoodii. Haddaba sida mubtadicadaas iyo wixii dariiqooda raacayba muslimiintu ay ugu baraarugaan kana beri noqdaan, ayaanu waxaanu jecelnahay muslimiinta inaan usoo gudbino caqaa'idkii salafu saalix. Waxaana ku soo aruurinay kitaabkan Al-Hadyu al-Waadix fi dhabi can muctaqadi salafi saalix, oo uu qoray aniga oo ah Sheekh Abuubakar Xasan Maalim.
كتابكاس دابعات ديسي اوغو هرريسي وحالة دابعي بشي تدواد طبان ايو تدواده دي كون افر بغول لباتن ايو شنتي هدوا مركا وحنو باللابان هيا كتابكي كتابكاس وانو دادك مسلمين تاه اوغو سو قدبين اينو افكا سوماليغا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مقع الهي ايان كوب اللاونا الله سوء الرحمن نحريست قود نحريست و ادونك نحريست سوء بلاران تهي او مسلمين تنا ادونك اوغو نحريست قالة حتى اوغو نحريست محايا لقالك عافماتك او هايستو ايا هانتدا او هايستو وحوكو هايستا رحمة اي بي اي هدوسا الهي او نحريسا لهين دقيقة من نولادين مركا ادونك نحريست سوء الهي واكوب بلاران تهو مسلمين تنا او نحريست قالة او نحريست الله سوء الرحيم نحريست قارك اه نحريست نحريست قارك إلهي وحو بحيا آخر مركي الله تقو نح رحمة ديس وحي كو قارتا هاي دادك مسلمين تاه وقف قالة آخر إلهي أكتيس أميا لان وح نحريسة الحمد مهد لله إلهي أي أسقناتي الله سوء الواسع الواسع الفضل فضلي سب الله را والجود ديق سنما ديسنا أي بالله ريد waxa mahad iskale allaha fadligiisu ballaaran yahay deeqsinimadiisuna ay ballaaran tahay alladii adaha allahaaso khadacat lahu allahaas ay u hoggaansantay as-samaawaatu samaawaatku ay u hoggaansameen samaawaatkaasoo as-sab'u toddobada ah wal ardu arduna ay u hoggaansantay waman duulna ay u hoggaansameen duulkaasoo fiihinna samaawaatka iyo ardada dhexdooda ku sugan إلهي سبحانه وتعالى وحا اوهو قان سميه تدبادة سمو ايو تدبادة أرضو ايو وحا كل حجر اوضان كل قود إلهي ما ملكيس ايو كجران قف إلهي لما مشان مجران دقيقة دي او دونو ايو إلهي دمان تود بهلاقي كرا دقيقة دو دونو ايو إلهي انحريسان كرا انتو دونونا إلهي سبحانه وتعالى وحو كسو دجين كرا اوود ديس بلاران إلهي ايو اوهو قان سمان انتاس وح إلهي كلتا ليان مجران تنزه إلهي وحو كفوغادي عن الأنداد أنداد أيو إلهي كفوغادي أنداد كأريغ أنداد وجمع ند ند أيا وحا لغو جمعيي أنداد لغو جمعيي ندق أف عربيغ وحا لغو إلاها النظير والمثيل متك أريغ كولا متك أه أيا وحا ليراها ند كاس أيا مرك وحا لغو جمعيي أنداد وحان الله سوقاتي قولك إلهي ويري فلا تجعلوا لله أندادا إلهي هؤيي لننا أنداد وحيال إلهي اللمدا مركا إلهي وحكفه قادي وح إساق اللمدا وذات ديسا كلمدا ذات دي إلهي وح كلمدا في مجران صفاتك إلهي تلمامها إلهي وح قادن كراهنا مجران أو كلمدا سدا سوك لأفعاش وح كلمدا في مجران أو فعلك إلهي وصمايو قف صمين كرتا مخلوقاتك سكمدا في مجرتو والأركان حبنا قالئة أيو إلهي سبحانه وتعالى كفوغادي أركانك وجمع ركني ركني أيال لجمعيي أو أركان لغو جمعيي ولجيدة مركا أركان تلقليها يحوي وحبنا قالئة أو هدي شخص قلق السيبو إسلام مركابة وبابا آيو قفكو ونردمان آيو حبنا نوعاسو كلاه إلهي ملها ولليها هدي إلهي حبناها سؤوايو وباب إلها أو لمن إساقادن بلليه مجرتو تسالاهان أنك حبنا نوع عاسوانو لأن هاي سيدا مدحا أو كالي هدي أنك مدحا نلككويو أو كونا لكسييو وحنو للأه أو ميشا يالله مجران سيدا سو كالي هدي بيرك إيا ودنها نلكسارو نولالي مجرتو لكن إلهي أحرمهاسي واكفو قادي أو لما أرنكرو إلهي وحوليه حبنا هدي لكسارو وإساقادن بابا آيو والآلاتي آلات أيو إلهي كمرنا دي قلبك قلب يال إلهي قلب أو كو قرابتو أما أو كو أديكتو أما أو وح كدلو ملهم إلهي سبحانه وتعالى يميتو بلا آلة إلهي هو بلآن أيو وح دلا إيا قلب لآن قفك مركو دونا أيو ربي سبحانه وتعالى إنو دلو وما باهن إنو هب أصوقاتو لكن أدوكو مركا دونا يسو قف إنا توقتو أما أدشو وحادو باهن تا إنا هب أديكستو ما هانا كمرد من أيو وريات لمو dema wariyaku ma dhimanayo laakin ilaahay markuu doonaayo inuu qof dilo waxa ku filan kaliya inuu yira kun ahaa qof meeda saas ayuu qofku balaq isaga leeyo oo nafti ay ka bixi marka ilaahay aalo iyo qalab malaha oo wax ku dilo
لا يحويه إلهي مكوبه مكان مكان إلهي مكوبه أو إلهي لما أرنكر سبحانه وتعالى ميل أيو دقن يهي إيا عرشيك كركيس أيو جوغا أما رولك أيو جوغا لما أرنكر تاسنا وحوي وعقيدتي أي كل من قولدي الأرنجري مشبهة إيا رافضة أي عقيدة أسقبين أو إلهي سبحانه وتعالى مكان النسبيين لكن سلف صالح وحيري إلهي مكان يبوس أيوليه مجران قرآن كنا مشيقين نبيغينو نموشن سيقين صلى الله وسلم عليه كتابك يصنر لقمها يو وح إلهي أقري مكان يجيه وحسدا سوكالي أن لهلكرين وفكم إذا سلف صالح أو سنة صحيح اللوغها يو إنو إلهي سبحانه وتعالى أسوغي مكان iyo jiha uu u sugay hadaba marka waxa loo baahan yahay marka doonayso aqeedadii as-salafu salih in aad ilaahi subhanahu wa ta'ala kan nazahdo ama aad ka fogeeydo wax la yiraahdo makan maxay yeelay makan inuu ilaahi leeyahay oo arshiga uu joogo waa aqeedadii laga dhaxlay rafidada tusaale ahaan kitaabkan la yiraahdo al-farq bayn al-firq lambarkiisa 65 waxa uu ku qoray in aqeedadii rafidada ay oran jireen ilaahi makan ayuu leeyahay wuxuuna degan yahay arshiga marka kitaabkaas al-farq bayn al-firq waa kitaab muhiim ah waxa qoray sheekh la dhigi jiray Abdul Qahir ibn Tahir al-Baghdadi sheekhaas wuxuu geeriyooday taariikhdu markay ahayd 429 ayuu sheekhaasi geeriyooday culimadii hore ayuu ka mid ahaa wuxuu qarka u saarnaa inuu salaf noqdo ayuu qarka u saarnaa sheekhaasi kitaabkaasi wuxuu ka hadlaa firaqii islaamka soo maray iyo waxyaalaha ay aqeedaysnaayeen hadaba kitaabkaas al-farq bayn al-firq Abdul Qahir al-Baghdadi wuxuu ku yiri lambarka 65 zacama Hisham ibn al-Hakam Hisham ibn al-Hakam ninkii la dhigi jiray wuxuu sheegtay anna ma'budahu jismun dhu haddin wa nihaya ilaaha uu caabudayo inuu jismi leeyahay soohdina uu leeyahay meel uu ku dhamaadana uu leeyahay wuxuuna dhigi jiray wa makanuhu huwa al-arshu booska ilaahi uu degan yahayna waa arshiga ayuu dhigi jiray ninkaas rafidada ayuu ka mid ahaa hadaba walaalkayga muslimaha uu ogaaw hadii aad ilaahi tiraahid makan ayuu leeyahay meesha uu degan yahay makankiisuna waa arshiga aad tiraahid in ay ku soo dhumatay aqeedadii rafidada ee aadan shaqo kulahayn caqiidadii salafu saalix iyo midii laga dhaxlay nabigeena sallallahu wasallam alayhi ayadoo faahfaahsanna kitaabkan gudihiisa ay noogu iman doontaa walaa yajri alayhi ilaahi kurkiisa kuma socdo zamanun wax zamana oo ilaahi ku socdaahi ma jiraan oo lama oran karo ilaahi wuxuu jiraa 100 sano ilaahi wuxuu jiraa 1000 sano ilaahi wuxuu jiraa 1 bilyan oo sano lama oran karo wax zamana oo ilaahi lagu tilmaami karaay ma jiraan maxay leey zamanka intaan la abuurin ayuu alla jiri jiray subhanahu wa ta'ala khalaqa ilaahi wuxuu abuuray al arsha arshiga ayuu ilaahi abuuray subhanahu wa ta'ala wuxuuna arshiga ilaahi u abuuray idhaaran li ajli idhaarin muujin awgeed li qudratihi awoodiisa uu muujinaayo ilaahi arshiga wuxuu abuuray inuu awoodiisa ballaaran muujiyo maxay leey arshigu waa makhluuq aad u weyn waa makhluuq aad u ballaaran weyninta iyo ballaaridaasi waxay ku tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala arshigaas allihii abuuray inuu yahay alla awoodiisu aad ay u ballaaran tahay la makaanan makaan uma abuurin arshigaasi boos inuu ahaado lidaatihi dhaatada ilaahay inuu boos u ahaado ilaahay arshiga uma abuurin oo uma uusan abuurin inuu ilaahay deganaado oo arshiga uu guri ka dhigto ama uu arshiga makan iyo boos uu ka dhigto ilaahay uma uusan abuurin arshiga qad xaqiiqe kaana ilaahay waa ahaa jiray waana jiri jiray weligiis wal xaala makaana boos uusan jirin asagoo arshi uusan jirin ama wax boos la yiraa aysan jirin ayuu ilaahay jiri jiray taasina qof muslima oo inkiri kartaa ma jirto inta boos uusan jirin ama arshi uusan jirin ayuu ilaahay jiri jiray subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahayna alaana hadeer ala ma maladii ki korkiisa ayuu ahaaday kaana ilaahay calayhi maaga dushiisa uu ahaaday qabla khalqil makan makanka abuuristiisa ka hor intuusan arshiga iyo makanka abuurin ka hor siduu ahaa jiray ayuu haddana yahay aqeedada toosan ee salafuna saalix laga dhaxlay walaalayaal waa midaas
hadihin ilaahay carshiga ayuu joogaa, dhulkuu joogaana hadihin, daatadiisu meelahanay joogjoogtaana hadihin. waxaad dhahaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala carshiga iyo adduunkan dhan intuusan abuurin suu ahay ayuu haddana yahay, dhe ma isbedelin, wax isbedelana alla kuma dhicin subxaanahu wa tacaala. waashaddu waxaan qirsanahay an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin, ila allaahu ilaahay maahane, waxdahu munfaridan keligii xaal uu yahay, laa shariika wax shirka ilaahay la ah, lahu lilaahi ilaahay uma sugnaanin wax shirka kula ah, sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa wax alla shirka kula ah ma jiraan. shahaadatan qiritaan ayaan qiri, shahaadadaasoo takuunu ahaata dukhran kayd, lana annaga kayd noo ahaata, yowma maalin kayd noo ahaata, tabyadu wujuuhun wejiyaalka qaarkood ay caddaan doonaan, wataswaddu wujuuhun wejiyaalka qaarkoodna ay madoobaan doonaan, yowma tabyadu wujuuhun wejiyaalka qaarkood maalinta ay caddaan doonaan kayd noo ahaata, wataswaddu wujuuhun wejiyada qaarkoodna ay madoobaa doonaan. waa maalinta qiyaamaha oo dadka mu'miniinta ah ee ahluljannaha ah wejigooda uu birbirqahayo hilhilaacahayo, maalintaas shahaado kayd noo noqota ayaanu ilaahay u qiraynaa subxaanahu wa tacaala. wasalaatu naxariistii eebbe iyo wasalaamu nabadgelyadii eebbe calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allah yeelo muxammedin ah khaatami ambiyaaihi, ilaahay ambiyadiisa, ambiyadaas nabigii lagu khatimay ah sala allahu wasalam calayhi. khaatam haddaad akhriso bifatxi taa waa faacal bimacnaa mafcuul ah, ambiyadiisa lagu khatimayu. waxaad kalood akhrin kartaa bikasri taa inaad taada hoos dhigtid oo tiraahid khaatimi ambiyaaihi, ambiyadiisa khatimayu. wacalaa aalihi, ilaahay aalkiisa, wacalaa aalihi, nabiga aalkiisa, aalkaa dushoodana allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo. wa saxaabatihi, wacalaa saxaabatihi, nabiga asxaabtiisii, asxaabtaa dushooda allah yeelo naxariis iyo nabadgelyo, asxaabtaasoo alkiraami ee wan wanaagsanaa, ajmaciina dhammaantoodba. wa bacdu, intaas ka bacdi, bacda albasmala walxamdalah wasalaati wasalaam, bisinkii iyo xamdigii, salligii iyo salaamtii intaas ka bacdi, faclam ogaaw anna alcaqiidata, caqiidada, caqiidadaasoo asaxiixata ee saxda ah, hiya caqiidadaa saxda ah, sabiilu lfalaaxi waa liibaanta waddadeedii, wasacaadati wasacaadati liibaanta waddadeediiu, caqiidada saxda ah waa waddada aad u mari karto liibaantaada. fi dunyaa waalaakhira, adduunyo aakhira dhexdeedana la liibaano, adduunyada markaad doonayso liibaan inaad ka hesho, aakhirana aad doonayso inaad liibaanto, walaalkayga toosanow caqiidadaada iska hagaaji oo sax. walihaada likowni alcaqiidati asaxiixati sabiila alfalaaxi wasacaada, maadaama caqiidada saxda ah ay tahay waddada lagu liibaanayo, ayaa itajahad waxay u jihaysatay himamu ducaati ila allaahi ilaa diinillaah, diinta ilaahay kuwa dadka ugu yeera himayaalkoodu waxay u jihaysatay, qaatibatan dhammaantood xaal ay yihiin, ilaa binaa'i alcaqiidati caqiidada dhismaheeda ayay u jeesatay, fi nufuusi nafafyaalka dhexdoodana caqiidada lagu dhiso. dadka ducaadda ah xilli kasta oo ay joogaan waxay awoodda saaraan caqiidada in la dhiso oo dadka dhexdooda ama nufuusta dhexdooda caqiidada saxdaa lagu dhiso, liannaha maxaa yeelay caqiidada saxda ah ahamu shayin, waa shay midka ugu muhiimsan, shaygaasoo yashtaqilu bihi shayga almu'minu mu'minku uu ku mashquulo, mu'minkaasu assaadiqu fii iimaanihi iimaankiisa ka run sheegaaya, mu'minka iimaankiisa ka run sheegaaya waxa uu ku mashquulo waxa ugu muhiimsan caqiidada saxda ah. walidaa caqiidada saxda ah walaalkaygiiyow waa inaad aad u ilaashatid. haddaba walaalayaal, darsigeennii koowaad ee kitaabkii alhadyu alwaadix fi dhabi can muctaqadi salafi saalix ayaa xilligan intaa inooga sinan. wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.